تستعد مدن أوروبا لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بتزيين الشوارع والساحات والمباني. موفدنا ميناس السهيل كان في مدينة أمستردام الهولندية ورصد لنا استعدادات المدينة للاحتفال باستقبال العام الجديد. نتابع. طبعا هذه مدينة أمستردام عاصمة هولندا، وصلناها والآن نشوف الأجواء الاستعدادية لاستقبال السنة الجديدة، احتفالات رأس السنة. دائما هذه المدينة، مدينة أمستردام، تتسابق مع العواصم والمدن الأوروبية حتى تظهر بشكل جميل ومميز لاستقبال العام الجديد. في هذه الساحة، هي طبعا ساحة الدام، أكبر ساحات العاصمة الهولندية أمستردام، هذه من الساحات أيضا المميزة هنا في أمستردام. في كل سنة وفي كل رأس سنة يتم الاحتفال في هذه المنطقة بحضور عدد كبير من الناس. أيضا مدينة أمستردام بدأت الآن تستقبل الناس اللي جايين من إسبانيا، جايين من دول أوروبية، من أوروبا الشرقية وأيضا من دول أخرى، حتى يجمعون في هذه المدينة اللي تتميز عن باقي المدن بالعالم بأنه الأجانب اللي عايشين بيها أكثر من سكانها الأصليين. أمستردام المدينة التي يتعايش فيها الناس من مختلف الدول، عاصمة هولندا السياحية، تستعد من الآن لاستقبال العام الجديد باحتفالات وفعاليات كبرى. صراحة أمستردام يعني بهاي السنة استعداداتها مبينة واضحة من وقت الرأس السنة، لأن باعتبار مدينة أمستردام اللي هي الأضواء كلها لهاي المدينة، فمنها بدأت تستعد مثل ما تشوفون. يعني أكو استعدادات من ناحية الأضواء والإنارة، وبنفس الوقت بدأوا ينصبون بعض يعني الاستيجات والهاي الأمور للحفلات. فصراحة أجواء جدا جميلة بالرغم أن الجو بارد ودرجات الحرارة وصلت تحت الصفر. ولهذا العام خصوصية في الاحتفالات، فالأحداث التي شهدها العام الحالي جعل الاستعدادات تكون في أوقات مبكرة. وارتدت شوارع وساحات ومباني أمستردام ثوب الاحتفال بوضع الإضاءة بمختلف أشكالها، فيما تزينت الزوارق وهي تجوب القنوات المائية بأجمل النشرات الضوئية، ولم تغب هذه النشرات عن الجسور التي تربط بين أطراف المدينة التي تستعد لاستقبال العام الجديد. علامة من علامات الاحتفالات برأس السنة، مو فقط في أمستردام في هولندا، بل في جميع المدن الأوروبية وخاصة في دول الاسكندنافية ودول غرب أوروبا. طبعا ساحات التزلج هاي لازم البلدية تنشئها في جميع المناطق، يعني موجودة هنا في أمستردام أكثر من
18 ساحة للتزلج فقط في مدينة أمستردام، أما باقي مدن هولندا وألمانيا ودول إسكندنافية ودول أوروبية واسعة أكيد في كل مدينة لازم تلقون أكثر من منطقة للتزلج. طبعا هذه من علامات الاستعداد لاحتفالات رأس السنة في أوروبا. إنه جميل، فالجميع يستمتع والناس يأتون معا من حول العالم، وكما ترى يوجد أضواء جميلة. طبعا الأكشاك اللي تشوفوها هذا الكشك يبيعون بأكلات خاصة، أكلات يعني خاصة، الكيك والحلوى والعصير وامور جميله، هاي كلها مظاهر الاستعدادات للاحتفالات براس السنه الميلاديه. وضح هاي الاكشاك فقط في بدايه شهر ال 12، يعني احنا بدينا بشهر 12 نصبت هاي الاكشاك وصارت امستردام علامه من علامات اقتراب احتفالها براس السنه الميلاديه. الجو جميل في امستردام. برنامج ظاهرة الجمعة من سيسيل أمستردام هولندا.